السلام عليكم تقريبا في شخص ماشي تبعوني لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن على ايش؟ التيك توك. يعني ما عندنا اي شيء صراحة، بنفتح التيك توك اكسبلور وبنشوف ايش فيه. اوكي طبعا يا عيال، ابغى غير شيء في القناة. اوكي لما تقرون في العنوان انه في شيء اسمه مكتوب بتلة في التيك توك، يعني احنا بندخل على اكسبلور. اوكي لما رياكشن بنكون دخلنا على حساب احد وعطينا رياكشن عليه. حلو، ليتس جيت. السلام عليكم، سلام عليكم، تحصل الله غصب عليكم، تبوني أسلم بعد صلى الله النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. Let's go، نبدأ المقطع. أنا لو سويها تطلع جريش، شلون ما أدري صراحة يعني. قول علم الله. هذا ما ديش وديش، ما كنا نحط له مي أوسخ منه أو يمكن كلور. أبي هذا على المزبلة. وتفتح الصراحة. تعال شوف الوصفة اللي طلع، ما شاء الله ما شاء الله، تمام تمام. يوم جمعة تغديت في المطعم مضياف، شوف شوف المتعب علمني، لحم حقهم ذايب ولذيذ، رز عندهم نثي ورهيب، ذاك المرة لذيذ أحس إني يا عيال شوفوا هذه، هذه يا عيال ذيك المرة حطيتها أكلتها. أوكي تشرق هنا طحينية صافية رهيب، ذاك المرة لذيذ أحس إني ما طلبت كثير، رحت من فرع بحي النرجس برياض وعندهم فرع ببريدة، لا تفوتكم سلطة حارة وطحنية، علموني وش تغديت يوم الجمعة، دايما آخذ لقمتكم. يا عيال شهاني ابن الذين، رغم إني قبل شي ترى ما أكل، والله العظيم إني شهاني، طبعا طبعا بس عشان أعلمكم سر، أوكي، هذا مو بالحالة هنا في السيارة، أوكي؟ في معاه ناس. هذه حقيقية صح؟ هذه بنت حقيقية صح؟ مدري اتوقع. اوكي هذه حدوية حصان كفو والله. طبعا هذا شغله بالنار. يا عيال تعرفون ودي اربي خيل، بس انا داري اذا ربيت ابوي لي حرام بالله لا يذبحني معه. هذه تعطي 13 مليون ما اقدر اسويها. اوش طحت على من العروس صدق، العلم المكياج يسوي. عبير يا عيال هذه يقولون اطلق طباخه، وترى فازت مسابقه افضل طباخه او شيء. يا حبيبي هذا التقسيم مرث يا قلبي. هذا دبس بندورة. Come back after 4 days for part 2 to see. يا بيتي قال الله يبارك فيك انقصنا. لا تاخذ حضره للدكتور. ايه ده؟ انا اسف. ايه الغباء ده؟ بس انت عملت ايه؟ غباء؟ واضح ان الموضوع فيه قله ادب. هو انت فاكر نفسك هتوصل لحاجه بالمشهد الكليشيه الهبل اللي انت لسه عامله ده؟ مشهد وكليشيه؟ اه كنت بتقع على الارض وننزل نلمها ونبص في عينين بعض ويبقى حب من اول زفت على دماغك. لا لا لا، لو انت عندك نقص اهتمام في حياتك ومستني اخونا المصاري تكبر لحد يمثل. انا من عدل الامام غسلت ايدي صراحه. بعدين دقيقة ونص شنو هذا ابوي؟ جا شنو فيلم نزل بالنتفليكس. هلا اي اكبر تروف الحياة والله العظيم قسما بالله انه بطلة. انا صراحة أنا احب الغسالة عشان الحركة بس تقعد تنكس فيه. ازميت الاتسجرت والله ميت متحسن مرة مرة متحسن. انا في مقطع سويته في بداية القناة قاعد اتمسخر عليه قبل سنة وشوي تقريبا، صراحة كان معي حق ما كنت اتمسخر، كان محتوى مرة زبال. محمد كان فعل ماضي يعني مو فاضي اني تشتكي، والله ترى ما عندي مصاري حق اتشل مشان اروح انقراش
تشتكي وما ادري شنو. يا عيب الشوم عليكم، مش اول مره بطلب من عندكم بعتيلي بيتزا بلا شوفني انا وحده ولادي ياكلوا بيتزا، شو بدي تعملون هلا؟ اعطيني المدير بدي احكي معه، اعطيني علي ما دخلك ما تفتحوا علي ما تطلعني كل مره بالزابط. طب هلا انا عمل كان حاطه وشم صح؟ كريم الغيام اقول لك انت صورت تيك توك اوكي؟ ابنك راسه كبير والله العظيم انه حتى يقهر قسما بالله شوف وجهه يا عيال يا انه منرفز العجي هذا هذا هذا, هذا اللي دي نهاية المدرسة ويطق قسما بالله ذا هو شيل راسك تحت راسك قد راس الجحش حي الدلع يلا 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 يا ابوي انت ايش تطقق له عظامه اصلا ما عنده عظام هذا تكسر بخصمه الله وبعيد عنا مش طايقه الله سيبني مش عايزه ابقى معاك المصريه حتى غنى تغنون والله اني احبكم مره مصريين بس عاد في عندكم نوعيات زي اللي عندنا يعني شوف شايفين الحركة هاي شوفوا هاي انا لو سويها صدقوني ما راح امسك الجسم وتتقطع يد ليش ما ادري شوف النتيجة صراحة اوه حسها طيبة مرة ما ادري ليش فخم سيب اللي في يدك وقوم تعال شفت باربي اللي الترند الحين ايوه تعال ايش لقيتها باربي عرفتها ايما باربي بير ايوه هذا لما تب شوف لقيت باربي هذه باربي بسوق الجمعه يا زينهم والله العظيم انه ابطال طبعا هذا اللي ما يعرفها هذا اللي تقول باي 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 هذه مره بطله لو سمحت لو سمحت تدفع كم ايجار؟ ايجار؟ انا شاري هنا حاجه صغيره ب 20 مليون كده طب ممكن اخد جوله داخل لا لا مش فاضي انت زي ما انت شايف عندي معايا مش هنطول بسرعه بسرعه يلا يلا مفيش مشاكل يلا بينا زي ما انت شايف يا زيزو الباب اكبر من حياتي كلها ماليش خلق افتحه بيفتح لوحده فاهمني؟ مش طالبه معايا اتعب نفسي في الحاجات دي دي طبعا زي ما انت شايف الليفنج اريا سقف عالي قوي تعرفني ما بحبش الخنقه بحب الدنيا تبقى واسعه تمام؟ ده طبعا كل اللي انت شايفه ده حاجات توب كلاس ترجع سكاي كان يسوي لنا اعراض اعلاني يلا يلا يا زيزو اعجل سوي بيت مكاوي يقول مكاوي انت ما عندك حق الخبز زرحت لم شمل بكس معك وبعد ان انا مش طايقك سيبني مش اي سبب معك ما تورنيش وش فعل برد الشاي كذا يزوم لك اما راس كبير او راسك مره صغير تصير فلاتر سناب اضحك محمد اضحك عبد الله اضحك يلعن اضحك طب انت ليه ما تفتح ليه ما تفتح انت قدامك حال هذا المدوح وتفعل زين حار اي والله حار وعاد يستمسكه ليه حال يحني ها حال طب انت قوي امسكه كده وافتحه كده افتحه بدرعه اطحن هي لا يا اخي تنحرق يده حال تنحرق يده عندك كم سنه 15 طب بتحكي ليه عندك كم سنه 32 يعطيك الف عافيه ما تهزريش بتستخدمي شامبو ايه سوري ولا انت منين من السعوديه من ام السعوديه شباب هذه 15 كذابه كذاب كذاب صدقوني كذاب لانه البنات يحب انه يصغرون بعمرهم مدري ليش من السعوديه من ام السعوديه قد الخبر الرياض طبعا هو يعطيك اياها كذا قد الخبر الرياض يعني خبره كذا خربان كذا كذا الدون ما يقدر ما يسجل الدون عم والله العظيم انه النصر كسبه مره لما جابوا اذا ما كسبوا فلوس كسبوا جمهور مره يعني هو حنك بعبره وشايف ابنيا ميسي ترطرك 150 شوف واحد يطير يا حسارة شكل الخرب كده مش كفاية اصلي ماما دايما ليش اشكرك صاير
سارة يا مرة شوف والله العظيم شباب القرد قد نتأكد انه نظرية انه القرد كان انسان او الانسان كان قرد صحيح 200% وانا ايد هذا الشيء. ليش صراحة ما ادري بس يلا نتقرد. شباب انا اخوي الكبير اوكي ما يشيل الولد لحد ما حل الشهرين تقريبا حتى يشيله ولده شهرين ونص حتى شاله والوالد بعد من بعيد يقول من بعيد. اوه هذا لقطة شارد اسمها والله فكرت معه في سوي طبعا شوف انا شخص ابدا 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 ما يحب الكورة بس ان اللقطات دي مرة تعجبني انا مرة سويت دخلت في الجسمه في العارضة يا عيال الجمباز هذا انا لو سويت كسرة رقبتي الواحد يرجع لاصلة الواحد يرجع لاصلة انت يمني يمني لا تقول لي انا سعودي ولا وش تبغى ولا وش تبغى كلام سعودي يمني يمني افتخر بصلك وارفع راسك يمني اصلا كنا اخوان شعب واحد لا يا قلب سعودية نفسها مو ذي حتى انا سوري اوكي بس ما احتفل صراحة. الفرق بين فسحة ومصروف البنات وفسحة ومصروف العيال اول شيء البنت عشان تبدا يومها وفطورها صحن بطيخ واللانش بوكس او جوا شنطة الفطور صحن سلطة نص سلطة عادية ونص فتوش موية عشان يمكن تعطش عصير فريش جزر وبرتقال في حال تبي تمخمخ وتروق ايست موكا من ستاربكس واخر شيء مصروفها في حال احتاجت شيء اكسترا هذه في البيت ما اخذها مو عشان اخذها على المدرسة عشان استلم طاقة طاقة مصروف عبارة عن 50 دور اللانش عشان هذه شهرين حق الولد اول شيء يبدا يومه بموزه بسم الله طبعا ما ادري ايش ضحكت عادي الموزه اصلا هذا مو خربان انا مستعد صحه ايش فيهم دقه بعدين من في ولد ياخذ لانش بوكس ياعي عن جوه لانش بوكس ومكدد جعج مويه عشان يمكن يعطش كان ودي يحط فيها سمكه بس قلت لا خياره مدين. يمكن يشتري خياره علبة الله يكثر خيرش حطت خيار شيلي ما تونة علبة تنفتح زي كذا عشان ما يكون صعب عليه فتحها وبصل عشان من ياكل تونة بدون بصل وللتحلية لالي بوب وحمضيات إذا كنت رجال أكل لالي بوب في المدرسة إذا كنت ثاني ولا متوسط إذا كنت رجال بعدين ميراندا أوكي ميراندا كل شباب آخر شيء مصروفة عشان في حال إنه ما شبع ريالين طيب ريالين أنت تشتري معك عصير اوكي الحين صارت مويتين قبل كانت تشتري اشياء كم كان مصروفكم صراحة. انا كان مصروفي في البدايات كان ريال بعدين صار 3 ريال بس كنت تراب لعب طقت اقول كم مصروف ريال مين سولف اخر لا الحين مصروف تقريبا 15 ريال شيء احسن من هالشيء بس وين 50 ريال 5 ريال اسبوع كامل بعدين مين يشتري ب 50 ريال والله العظيم لو انك مدري شنو 5 ريال 50 ريال حدك على الشراء مباشرة يعني أبوي لو يدري ليش كنت مي فطبعا هذه مرة تنافس أوكي وأنا ما أطيقها فإلى ما كنا صنعت الحلقة بسلاك واشتراك وسبت وجدت أفضل نغص طبعا ليه كام تبعون عسنا بعد بصلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وسلام عليكم.